يا صباح الخير. مصيفين ابو عمر جايب لك هدايا. ها شوف هناك تلقط حصى. والله اني القط لك مرو اليوم. مرو؟ اي بعطيك هديه. هلا ابو مبارك، هذه هديه لك. ما شاء الله. وهذه هديه لمحمد. هي لازم مروتين مع بعض عشان الشراره. اي لا احنا ما في الشراره. يلا حيهم. حياك الله، كيف الحال؟ شلونكم مبارك؟ الجو زين. شلونكم في تبوك؟ والله مراد والله. ها؟ يا حلوها دير. انا اسميها تبوك الناطقه. لانها اليوم تبوك منطقه ملهمه لكل المناطق. اليوم المشاريع اللي جت في رؤيه 2030 استهدفت تبوك بشكل ملحوظ يعني. فشوف كل اطراف تبوك والمناطق اللي حولها او تبوك نفسها المدينه قاعده تشهد نهضه وتشهد مشاريع. نيوم 120 كيلو نيوم مدينه تحل الاحلام اللي ستكون اهم مدينه. الجغرافيا المختلفه اللي فيها، شوف هنا جبل وهنا ساحل وهنا نفود وهنا بحر وهنا براد طيب، اجواء حلوه صراحه. انا لي قصيده في الامير محمد. سلام الله ومن بعد السلامي. سلامي وتقديري وشكري واحترامي على اللي وقف الدنيا واهلها بخطواته على الزل الخزامي. هذا الأسطورة اللي جابها الله متر مرمية من غيره. رامي رامي يا أبو سلمان ما فيها كنية، يثير الحاكم الفذ اهتمامي. أنا أحب الجريء الصامل اللي يباغتهم مع الشوطة الختامي. هجت القوم فرت سلكرلتون وناديت المحقق والمحامي، وخليت البري يطلع براه وطقت الكلبشة فالحرامي. هذا والله العدل خلى السوالف ما هي بمجاملة بعض الأسامي. يذكرني أبو الطيب وبيته وبيت السامي ومعناها سامي. وأنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرامي. وأنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرامي. تراك للفساد وداعمينه عملهم بالإجراء النظامي. تراك للفساد وداعمينه عملهم بالإجراء النظامي. هذا بأمر سماوي ساقها الله قبل لا يستلمنا بأمر سامي. مشاريع الشمال البحر الأحمر يسولفها التبوكي للتهامي. مشاريع الشمال البحر الأحمر يسولفها التبوكي للتهامي. مشاريع العلا ونيوم ثورة صعيبة في عيونه الانهزامي. وقدية وذا لاين ومالا والاستثمار في الصندوق نامي. هذا رجل شغوف وفيه همة عصامي ورثها من عصامي. طموحه ما هو بشهره وثروه والاستمتاع في القصر الرخامي. طموحه نهضة بالشرق الأوسط تحط الشرق في الصفة الأمامي. ألا مامي شف عيال البيوت المخملية. وأنا مسؤول عن معنى كلامي. إذا شفت الشباب اللي بعمره دشير في جنيفة وفي ميامي وهو مشغول في دولة ورؤية وبرنامج سياسي واستدامي. شجاع مامي شاف الأرض مثله يمين حامية والضربة حامي. يشوف اللي تحالفهم علينا ويفصلهم مثل فصل السيامي. لقل لي طايشين في دولهم ونتفهم بمخلابة القطامي. ترى الشخصية اللي ما هقوها هي اللي حاست الفكرة لوبامي. هذا عام الشعر والشعر وهبة وأنا شاعر وعام الشعر عام. سلام يا سلام صح لسانك. أمير محمد ملهم، أسطورة ملهمة جدا. تبوك أحد المناطق اللي تتكلم مشاريع الأمير محمد فيها. لذلك أنا أقول مشاريع الشمال البحر الأحمر يسولفها التبوكي للتهامي. الصوت وصل لآخر مكان. وكذلك مشاريع اللي في تهامة يسولفها راعي تهامة الراعي تبوك. وكذلك في كل المناطق. والحديث اليوم ما هو تهامة وتبوك، اليوم الحديث عالمي. واليوم رواد منطقة تبوك وغيرها من السعودية أصبحوا من كل بقاع الدنيا يعني. صح. هذا بحد ذاته يعني صراحة يعني حراك جميل. وحنا عندنا ما نملك يعني. اليوم حنا قلنا في كل حلقات السابقة عندنا تاريخ، عندنا جغرافيا، عندنا مناخ، عندنا اختلاف، عندنا ثروة سياحية وثروة ثقافية وثروة شعرية. وعشان نقول ثروة شعرية وش يقولون شعراء تبوك يا أبو عمر؟ منطقة تبوك مثل ما قلت سعيد فيها ثورة شعرية عظيمة تصدر إلى الخارج. المفروض يترجم شعر أهالي تبوك مثلا. طبعا عندهم شعر، حتى الشعر النسائي عندهم جميل. ونرجع لنظريتنا الأولى أنه إذا في شعر نسائي جيد معناته الشعر بحالة طيبة في المنطقة. وفي غزارة شعرية، في غزارة معناته أن الشعر غزير جميل. محمد عياد القرعاني شاعر عظيم من تبوك. من بديع القول بيتين هذه صراحة اللي يقول الله يخون الليالي مخلفات الظنون. تسعين ونه من الأيام ونيتها وردفتها تسع مشان العرب يسمعون والناس تمشي ورا النملة إلى بيتها. النملة ورا بيتها؟ يقول إن الناس ملاقف ما الناس هارجين. الحين لو تمر نملة رايحة البيت هلحقوها الناس. الفضول. ما يخلون أحدا في حالها. الفضول. الفضول. فهو يقول إني ونيت 99 مشان العرب يسمعون، خلهم يسمعون. ما عصى الستر ما يسوى أصلا، خلهم يسمعون لأن الناس ملاحقه وداري حتى النمله اللي ما لها من الشغل حاجه رايحه البيت هلحقوه. حلو الصراحه. الله يخون الليالي مخلفات الظنون. 90 ونه من الايام ونيتها ولا اكتفى
وردفتها تسع مشان العرب يسمعون والناس تمشي ورا النمله الى بيتها. الناس فاضيه والله الوصف بعد خلهم يسمعون. مدام محمد بن عياد اي القرعاني شاعر ممتنك. شاعر جميل صراحه. والقرعاني كذلك محمد له بيت جميل انا احفظه من زمان بيت جميل يقول لي يا من العين انتهي الاعبارها يا لطيف يا لطيف. شوف تركيب اصلا كلمه لطيف حلو هنا. يا من العين انتهل لعبارها يا لطيف من واهج الدمع حاجرها جرح نونها. حاجرها جرح نونها؟ نون العين نون العين اللي داخل العين هذه النقطة الصغيرة يسمونها نون العين. ايه يقول انها من كثر ما تصيح المحجر العين محجر العين ذا الحاجر جرح النون. الله نرجع إلى بيت كانكم تذكرون بدر من عبد المحسن ومنظم ما يجرح لساني لهاتي. ايه عندما تجرح أعضائك أنت كإنسان بعضها من حالة مأساوية أنت فيها. يا من العين انتهل عبارها يا لطيف من واهج الدمع حاجرها جرح نونها. يا سلام صور على قولك كلمة لطيف. اي كلمة يا لطيف جميل تعطيه لذة. انا دائما احب اجيب الابيات اللي تنقل شيم اهل المكان صراحة. يا سلام العايذ المطرفي عايذ المطرفي نهى تبوك. ايه نهى تبوك عايذ وليس عايذ عايذ. ايه بالذال بعد ما توفى جاره. شوف حشمة الجار وحب الجار من الصفات اللي ما تجدها في غير أهل السعودية صراحة. يقول أنا أشهد أن فراق جاري مرارة وأنه علي مر من مرة الأمرار. الله شف منزلة الجار عنده وين رفيعة. أنا أشهد أن فراق جاري مرارة وأنه علي مر من مرة الأمرار لوهني اللي اليامات جاره بيت الشعر ثم بدل الدار بالدار. الله الوصف بيت الشعر ويبدل الدار بالدار. لا وهني اللي ليا ما جاره بيت الشعر وبدل الدار بالدار. ودي يقول اني من ذا العالم اللي ساكنين بيوت الشعر فالبرت من يوم ما جاري ذا وانا مغير نديرها لان فيها نقلت العمود. اي لكن هو ساكن في بيت في تبوك ما يقدر وين ينقل وين يروح وهو تعبان نفسيا كل ما طلع من هالباب شاف بيت جاره اللي كان يغلي. هذه من الشيم ومن الجيره من الحب يعني. لا وهذا هو الفراق النبيل وان كان الفراق كله موجع لكن هذا شكل من اشكال الفراق. يمكن اليوم ودنا نتكلم عن الفراق يا ابو عمر الفراق الشعر من يعني يمكن هو من الابيات اللي تلامس القلب مضبوط. واتوقع ان اي واحد اليوم يعاني من فراقه ولا على حلوه فراق اتوقع انه بيستمتع بحلقه اليوم اللي فيها ابيات عذبه وجميله. بس انا ودي نتكلم عن شعرات ابوك بعد يعني صح. انت ذكرت انه في شعار وفي شاعرات ودنا نسمع شوي عن شعرات ابوك. فهد ترى عنده بيت توي علمني فيه وش فهد؟ ذكرني بيت ابن حمري. شو يقول؟ يقول لا توادعني وانا ماني بطيب. الله خليني لنا تعافى وانت وادع. خلني لين اتعافى وانت وادع. هو اصلا تعبان. اي هو كيف هو في ضيم ولا وده في ضيم جديد؟ برضو ترى شوف من احد اهم يعني الاسماء في شعر المحاوره منيف المنقره من تبوك. بالله ما شاء الله. حتى في النظم منيف المنقره مبدع. منيف المنقره اللي يقول بعض الخطا يمكن تمشيها الاعذار. اعدي الغلطه بكيفي وطوعي. سلام. اقدر امشيها اذا ابغى امشيها يعني زين. وبعض الخطأ لو ناخذ يمين ويسار لجيت سامحت إني أحب كوي. الله مستحيل يا أخي. منصور البلوي شاعر منصور البلوي من أهل الديرة لي. إيه يقول لا شفتهم قلت الرجال الذواري حتي عن الناس اللي فارغين أشكالهم ما فيها زي منهم هم فارغين. حلوة دي. لا شفتهم قلت الرجال الذواري فرسانها يوم أشهب الملح ثائر. سلام. تقول هذا ولا بس هم فرسان المعركة. لا شفتهم قلت الرجال الذواري فرسانها يوم أشهب الملح ثائر واللي بخصناهم هياكل وخاشيب مسنده في روس موتى ضماير. الله واللي بخصناهم هياكل وخاشيب خشب مسند على شكل انسان. واللي بخصناهم هياكل وخاشيب مسنده في روس موتى ضماير. جرم يعني فقط جرم جرم. حلو هذه الابيات. اي والله حلوه. حتى على 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 طاري الشعر النسائي فيه الشاعره مهابه من تبوك. مهابة أشهدوا بالله أن مهابة أنها شاعرة. شعر شعرها مهيب. أي أيوة والله أن عندها شعر تقول الخلاصة من تجارب راسي اللي شيب. يا سلام. شوف تبرة الظاهر مهابة الله يستر عليها ويوفقها. الخلاصة من تجارب راسي اللي شيب من تجارب وقتي اللي كاثرات ذنوبه الجمالة فردي مثل الرداف الطيب كل بوه ذنب لكن ما تغفره توبة. الله 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 الله. الجمالة فردي مثل الرداف الطيب. تقول لك عظمة الخطأ إن خطأ جسيم الردف الطيب صح ولا لا؟ إيه؟ في شيء
أسوأ من انك تردى في انسان طيب. لا والله حتى اثره النفسي عليك اصلا انك تردى في طيب. صح. يضيق صدرك. الرضا شيء لكن اذا صار طيب يصير شيء. ما اردى من ذي الا انك تجمل في الرضي. ما يستاهل كل ابوه الذب لكن ما تغفل التوبه. يا سلام والله والله شاعره مهابه شاعره عظيمه ان شاء الله ناصر المجماج الله علمني عنها وتهولت من قصيده. حتى ترى الفلسفه موجوده هنا يعني انا ودي اني احفظ الله قصيده ودي اني دارن عنه مبطي عشان اديني حفظه انا ما عاد احفظها الحين لكن متعب الركابي شاعر فيلسوف من اهل تبوك له ابيات شعر عظيمه غارقه في الفلسفه وفي التصوير يعني هو افضل من صور حاله التعب من او حاله الشعور بالذنب ايه الشعور بالذنب والاعتراف لله الانكسار لله والشعور بالذنب صورها ببيت جميل يقول غموض في غموض ما بقى شيء على معناه غموض في غموض ما بقى شيء على معناه تعداني سحاب المغفرة والذنب حاديني الله تعداني سحاب المغفرة. شوف تعداني هم البدو لانزلوا إلى تعداهم المطر وحداهم القيض شدوا خلاص خربت الديرة كلها تعداهم السحاب والقيض حداهم غيروا خلاص هو يقول تعداني سحاب المغفرة والذنب حادين يا سلام يا سلام شوف استلهام من الروح البدوية في قصيدة مودر ركبها تعداني سحاب المغفرة والذنب حادين بغيتها روحانية بغيتها روحانية بغيتها عظيم وكذلك إن ما خاب ظني الظاهر إنه توفى ما خاب ظني الله يغفر له حي ولا ميت إيه اللي هو عبد الله المعيقلي الله يغفر له اللي يقول الظروف الكائدة هي والملل والشدة والحزن والياس والتنكيد من خلق الله يجعله في الجنة واضحة حايم تنتبه من الناس الله يغفر له سليمان عبد الله المعيقلي وليس سليمان المعيقلي عبد الله المعيقلي يقول الظروف الكائدة هي والملل والشدة والحزن والياس والتنكيد من خلق الله ما خلى شيء في هذا الكعبة يقول خلق الله هم سبب هذا كله يا أخي الشعر جميل في تبوك والله إن الشعر جميل في تبوك بشكل ما تصور أكثر من كذا لو أسولف عليكم راح اليوم كله لكن أنا دائما إذا جينا أي منطقة أحرص من بدايتها إن نأخذ من إبداع أهلها ثم عاد نتطرق للموضوع اللي مقترحه أبو مبارك ونشوف القصيد بشكل عام في سواء في المنطقة أو خارجها احنا كنا نتكلم قبل ما يجي هنا عن موضوع الفراق في الشعر وتوقع ان هذا الموضوع موضوع جميل ومؤلم في نفس الوقت يقول لك الالم هو ان تفارق من تحب لكن قمه الالم ان تشتاق لمن تحب وان تحاول ان تنساه الله يعني الشاعر البهاء زهير له بيت شهير وجميل في الفراق يقول وقفت ابكي وراحت وهي باكيه تسير عني قليلا ثم تلتفت الله يعني شوف كيف الشعور الفراق ودها تروح وده ترجع الله فاتخاذ قرار الفراق احيانا هو الم كبير واصعب منه الفراق بدون تهيئة سعد علوش يقول لا تلتفت وانت مقفي خلي لي الالتفات اخاف لا تلتفت وتشوفني ملتفت دام اذا تفارق اثنين في واحد بيلتفت صح يقول خل هذه الفقره ذي خلها لي الدور هذا خلي لي لا اخاف تلتفت وتلقاني ملتفت ما ودي انك تشوفني اناظرك اني متحسف او شيء حتى الفراق تراه عريض الموضوع يعني حتى في المراثي ترى فن عظيم أنا أذكر لي بيتين يقول أرقاب منكسة والحا تقطر دموع والحزن خيم على صدورنا واحتلها يوم صلينا الصلاة اللي ما فيها ركوع كني مصلي على أمة محمد كلها الله بها أبو الحسن التهامي يرثي ولده شوف الفراق اللي فيه استدراك تراه عظيم فراق فيه استدراك شعور بالحسرة ثم استدراك استدرك أنه لا هو أفضل مني يقول أبكيه ثم أقول معتذرا له
وفقت حين تركت أحقر داري. يعني أحظك أنك طلعت من الدنيا. أبكيه ثم يستدرك، أبكيه ثم أقول معتذرا له. وفقت حين تركت أحقر داري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يا سلام. فأنا ما أبغى نروح للمراثي، إيه؟ خلونا في الفراق العاطفي، لكن أقصد أن الفراق دائما هو موضوع وجداني جميل. صحيح. ودائما يطلع منه إبداع. هل يحتاج الشاعر محمد إلى مشكلة، إلى فراق، إلى أحياناً يفترض عشان يطلع ذا الإبداع الشعري؟ إيه، هو يغذي، يساعد القصة، تساعد، لكن من الممكن افتراض القصة، ممكن أنه يتخيلها، ممكن أنه يعيشها، ما هو بالضرورة أنه. لكن أجزم أنا أن من عاش الفراق الحقيقي أجزم أنه سيطلع إبداع حقيقي. يعني أي قصيدة فيها روح ولا لا يا محمد؟ إلا القصيدة فيها روح. إيش يقوله أبو فهد؟ من ينساها نسى الله من نسى ذاك القبال، يصب روحي صب دلتها على فنجالها، وهي تصب القهوة على فنجالها، يقول الصبة هذه نفس صبة روحي عليها. الله. أما أني أنساها نسى الله من نساها كالقبال، يصب روحي صب دلتها على فنجالها، إن كانها مستخسرة فيني ريالين اتصال تهدي على جمعية الصمل بكم جوالها. ترى دائما من جميل الحاسيس اللي تجي الإنسان في الفراق، حتى لو كان غضب واختار هو الفراق، تلقاه يفتح باب دائما للتراجع. تعرف اللي يقولون ضع وردة على النافذة، اترك شيء. نفس أبيات بدران محسن لا تعلم ولا تكذب، ضيدان توكل لا توادع، رح عسى درب الجف المسهوج. مسهوج يعني ماثور، درب ماثور ماطي. ايه، توكل لا توادع، رح عسى درب الجف المسهوج يصادف درب فرقا عقبها ما تلمحك عين. الله. زين، يقول عسى درب الجف المسهوج هذا الماثور يصادف طريق ثاني بعد على درب فرقا عقبها ما تلمحك عين، يعني اذا اشتبكت هالخطين رح معها لا تجي. زين، يطول فمان الله سق ركبك على درب السنين العوج، ولكن طالبك لقفيت عني لا تخليني. تراجع الشاعر يا ابو عمر. هو الشاعر تقول له ايش تبي يقول لك؟ إيه، ما تقدر يا اخي، ما تقدر. وش يقول فهد المساعد بعد الفراق بشوي؟ يقول وعشان احس انك معي لين هالحين حطيت فوق الطاوله كوب ثاني. ما في احد على الطاوله، هو لحاله حطيت فوق الطاوله كوب ثاني. الله. جميل. المثنب يقول يا من يعز علينا ان نفارقه، الله، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه. من عدمه مشاعرنا بعدكم. ايه، ابو عمر لك قصيده كان فيها كبرياء اول البيت، لكنك تراجعت اخر شيء. مثلهم انا على دربهم. بس قصيده طويله اللي يقول اخذت قلبي من ضلوعي ووصيته، وعلمته مالنا حيله ورديته، المشكله حلها مو هو في دينا، ما عندنا غير يا عله ويا ليته. انا ما قصرت، كلمته وراسلته، والله لو اقدر اسوي شيء سويته. كذا النهايات ما ترحم ضحاياها، ليت الغرام اوله يشبه التاليته، الحب مثل العمر يقصر اذا طول، يزيد عمر الرجل وتقل عافيته، يا اصحابه اللي على القمره يسامركم في مركب تلعب الامواج، ناحيته ما جاب لي علم ما سولف لكم عني، ما شفتوا الحزن في وجهه وناصيته، لا يدري اني نشدت وجبت له طاري، ولا يدري اني ذكرت اسمه وخصيته، حتى لو انه نساني ما علي منه، انا لو انسى اخواني ما تناسيته، بس المحبه لصارت من طرف واحد، مثل الشعر لا فقد وزنها وقافيته، في ليله حزنها يملى دقايقها، غصبت نفسي على دربه ومريته، قلت اتحراه لين اشرح له ظروفي، ولو ادري ان ذا كلامه ما تحريته، من كثر ما راح واحبابي من يديني، لا شفت واحد ابيه يروح حبيته. صح لسانك يا ابو عمر، يا جميله صراحه، بس فيها شويه خيبه يعني. اي لا، حتى احيانا المؤلم في الفراق ان تكون رده فعل الطرف الاخر باهته، فاحيانا يهونها عليك اذا كل الطرفين في نفس الموقف. ذاك اللي يقول بيت جميل والله سلس وبسيط، بس ما ادري من هو له. اللي يقول ودعتني توديع بارد وهادي، تسنى الفراق اللي يروع سهالات. مو سهالات هو، ليش وسع صدر انت؟ ليش وسع صدر؟ ايه، مؤلم هو. ايش يقول ابو فهد؟ على الهون يا دمعي من العين لا تنساب، دموع التهاني والتعازي لها حفله. والله شوف اصلا قافيه افله، يعني تراه بيكتب كل بيت على القفله بتكون افله، فلامها هذا احتراف قافيه. على الهون يا دمعي من العين لا تنساب، دموع التهاني والتعازي لها حفله، مطيحك سواء بأسباب ولا بدون أسباب، مطيح العزيز اللي تحنه وتاسف لها الأحباب، يبعدها قدرها عن الأحباب، ولا حر من فرقا تلوعك على غفلة تهربت من نسيانها، والسنين كتاب على كل صفحة صورة الأم، وطفلها فتح أسكر عليها الباب تفتح علي الباب، وأنا ما معي مفتاح قلبي ولا قفلة. ولا قفلة. شوف المشهد المأساوي فيها، التهاني
وعلى عزاء يقول حفله يعني اي تناقضات تناقضات اي لابو فهد يتوجد على واحده فارقها. ودائما من الادوات اللي يستخدمها الشاعر في التوجد على حد ان يتمنى ان المطر يجي على ديره المحبوب له. سلام. اي انهم يربعون يستانسون يبي لهم ظرف احسن من ظرفه وناسته اي عشان ذيك البنت اللي عنده يبي لهم الخير. اي يبي لهم الخير عشان البنت اللي عنده. شو يقول؟ عسى وادي خريم اللي عن العارض شمال شرق الى مره سحاب الصيف بيح فيه مكنونه علشان العيوف ام الوصوف اللي غلاها سرق تربت في حماه وضامت العشاقه بركونه تناديها الهبايب والقصايد والدموع الزرق وكبد من ظروف الوجد والحرمان مغبونه ثنت عرقين واجتثت ثلاثه واستباحت عرق وطاب من الجفاء عرقين والثالث على لونه. الله شوف المشهد في غرفة عمليات مع طبيب قلب. والله العظيم إنه ما يكتبها يعني الشاعر إلا لين يدرس طب قلب. ثنت عرقين عرقين من عروق قلبي ثنتها ثنة واجتثت ثلاثة واستباحت عرق جراح إيه وطاب من الجفاء عرقين والثالث على لونه. ما طاب إلى الحين أنا ماني بطيب منها رغم العملية ذي كلها العملية هذه كلها ماني بطيب منها. وش يقول ابن فطيس؟ يا مرحبا ترحيبة البدو بالبرق اللي لهم عامين ما رحبوا به الله مقطوعين منه سنتين ورحبون بالبرق. وهي قصة طبعا هذول اللي رحبون معهم واحد رحب بها أكثر منهم بشكل مباشر بشكل مبالغ فيه. ليه؟ لأنه يشوف البرق هناك على ديرة البنية اللي هو يحب. الله يا مرحبا ترحيبة البدو بالبرق اللي لهم عامين ما رحبوا به رحبها وسطهم ومن فرحته غرق جفنه بدمع بلل اطراف ثوبه. كهم رحبوا ترحيب عادي الا ذا يوم رحب صح سالفته. يا مرحبا ترحيب البدو بالبرق اللي لهم عامين ما رحبوا به رحبها وسطهم ومن فرحته غرق جفنه بدمع بلل اطراف ثوبه البرق شرق وهو له صويح بن شرق وبرق بصدره بارق ما دروبه. الله قال لي سرقت النوم والعافيه سرق قصيده الى اخرها. فدائما اقول لك الفراق حتى قديما قبل التقنيه وقبل الجوالات اليوم متصل الان ولا اونلاين هي البرق حقك انت اللي يشعر متصل الان ما تدري انت تكتب ولا ما تكتب من اول اللي يعطي نفس الاثر ذا حق الواتساب ولا سناب ان شفته ارسل ما ارسل كان البرق ان امطر هناك. فانت معناها انك تعرف حالتهم هناك وش قاعدين يسوون اكيد انهم مستبشرين فرحانين فقط هذا هو المؤشر اللي ممكن يربط بينكم ترى. يمكن مشكله الفراق يا ابو عمر ان لها اكثر من لها تبعات لها اعراض انسحابيه. حصل فراق صار في اشتياق صار في اشتياق صار في خيبه اللي صار في خيبه صار فيها يعني ذكريات عاش عليها صح في اكثر في اعراض انسحابيه شوي شوي لين يجيك الانفكاك اي بعدين تبقى الحاجات البسيطه هي اللي تاثر فيك ترى اكثر من الحاجات الكبيره. وش يقول نزار؟ رباه أشياءه الصغرى تعذبني فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ الله. يقول أنا أزمتي ترى هالأشياء الصغيرة عطر رسالة وردة ما هي مشكلتي الكبار فكني من ذي بس وفتك أنا ريحة أغنية هالحاجات التافهة ذي فكني منها وفتك. وذلك وجود الحب في الحياة جميل لكن المشكلة الحب ذا إذا صار ما يستمر صحيح. وإذا صار بعدها الفراق ولا الوداع صارت المشاكل ممكن يوصل واحد للجنون يعني صح. قاسم ملوح قصيدة الشهيرة اللي يقول تذكرت ليلى والسنين والخوالية وأيام لا تخفى على الله إلهية اللي يقولون ليلى في عراقي مريضة ليلتني كنت طبيب المداوي يوصل إلى بيت يقول فيا ربي بغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهي. هي يا رب كرههم فيني. إيه خلاص أنا ودي أكرههم بلشت شلون أنساهم يعني. إيه وذاك حنا نسأل الشاعر كيف الحل مع الفراق؟ إيه أنا أقول لي بيت أقول من باب سد الذرائع ما يجوز الفراق. بيت لي ترى دراسة شرعية يعني. من باب سد الذرائع ما يجوز الفراق. الحب نعمة وتفريق الحبايب مرض. الله بيت واحد يتيم لي لكن فعلا هذا تدخل شرعي مني يعني من باب سد الذرائع ما يجوز سد الذرائع يعني بيجي بعدها مشاكل بيجي حقه مشاكل ارحم انه ما يحصل هالموضوع من اولها فكنا. لا ابن فطيس وش يقول؟ بيتين العظيمه اللي يقول لا باس يلي من فراقك تعلمت ان الزمن يومين طيب وخيب فاجاتني بمفارقك ما تولمت كذا بدون اسباب عني تغيب اضحك وسولف ولا حقني سهر نمت لكن قسم بالله ماني طيب الله اي وانا صح عايش زي الناس اتغدى اتعشى ارقد اطلع صح لكن انا قسم بالله ماني طيب. هذه مشكله اي من هالفراق فاجاتني بمفارقك ما تولمت. هذه رساله لكل العشاق وكل الاحباب. انا ترى زعيم العشاق اي تبغون من لا والله لا يحبون
شلون هو اختياري يا فهد؟ اختياري هو؟ والله انا اشوف انه يعني انك ما تعود نفسك انك تعلق في احد. لان الفراق صعب. يعني ما يحب ما تحب احد نهائيا. لا الحب زين بس انه بحدود يعني. وش الحدود؟ ها؟ وش الحدود عشان افهم؟ بعض الناس اذا حب اسرف. كل ما يقول دسمان بن مناحي من اسرف فالغلا لابد في يوم من الايام تدور به الدوائر لين يسرف في الكراهية. الله شوف الحين أنت إذا تعلقت بأحد بطريقة مخيفة مرة أدمنت عليه يعني طبعا ما في علاقة إلا يعني للزوال مصيرها سواء بإرادة أو بغير إرادة هذا الحب على قدر ما كان هائل تكون الكراهية هائلة الغلو منبوذ في كل شيء من أسرف الغلا لابد في يوم من الأيام تدور به الدوائر لين يسرف في الكراهية تقول أنت الغلو سعد بن جدلان وش يقول يقول يا حلو يا حبيبي يا حبيبي يا حلو من باب حسنه وش يقول الاشتياق ايش كذا اذكره اره على اره اي والله احبك وصايبني على حبك غلو اشد من غلو التزام الدين عقب الهسترة شوف اللي يدينه من اول سربوت يجيه دين صد اللي يقوم الفجر قبل الناس لانه على قدر ما كان منحرف ما زالت اثارها عليه فيحاول فتشوفه ملتزم مره اي والله احبك وصايبني على حبك غلو اشد من غلو التزام الدين عقب الهسترة وذاك يقول علي بن طالب يقول احبب حبيبك هونا ما فلربما صار بغيضك يوما ما صح لا كم ما نقدر عندنا شعر ايش يقول بن عون ضيقت في خاطري حبلها عقده جويد يا اخي والله هذه فيها صوره بديعه تخيل ان الضيقه رابط على 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 روحك متجودة وحبلها جويد تن حبل سفينة تعرف هذا اللي يجي في المينا هذا اللي ما يفكه إلا سبعة ضيقت في خاطري حبلها عقده جويد ما تفرج لين ياخذ بي الجيب انهوى انهوى المسافة القريبة وده يسج شوي في الموتر إيه؟ في سنع بدو تناحوا بمظنوني بعيد دونهم للجيب روحة ومسرة وضحوة هذه ترى قياسات روحة ومسرة وضحوة يعني بيمشي ليل ونهار ليه من يبي ودي أتعب في صنعهم على صاف الحديد الموتر ودي أتعب في صنعهم طريقهم يعني ودي أتعب في صنعهم على صاف الحديد لو ما حصل عندهم غير فنجال القهوة الهوى إنها رجلي عيد ومد لي يمناه عيد يأخذ الفنجال منها على غير شهوة يتوجد إنه يروح لها لو يأخذ منها لو فنجال من شف ألم الفراق ضيقت في خاطري حبلها عقده جويد إذا حنا نتكلم عن الفراق فيه اسمين لازم تكون هي أكثر اسمين ترددت في موضوعنا ضيدان ومطلب لأن هذولا أعتقد أنهم عندهم فعلاً قصة حقيقية بعدين هم أكثر الناس أبدعوا في موضوع الفراق سبب اكتئاب للساحة الشعبية يعني والله ترى نص جمهور الساحة الشعبية يعالج عيادات نفسية بسبب الاثنين هذولا فش يقول مدغم عنده صورة ذكية مرة وادع بعد الوداع بخمس أيام اكتشف أن الساعة ما زالت واقفة على تسع الساعة اللي تفارقوا فيها ما عاد يمشي الوقت واقف أي تنك مسجون ترى الوقت ما يمشي في السجن هذا سجن الحب أنت حين إذا وادعت أحد يطول اليوم ما يقضي وأنت تحرى رسالة ولا تحرى اتصال صحيح. يوم يقول من خمسة أيام والساعة على ماي نامت على حزة الفرقة عقاربها ياهي على حق ياهي مخلصة ياهي توقفت مع توقف قلب صاحبها الله لا خاب ظن اليتيم بحلمها الزاهي ما في حاجة بيبكي من سبايبها فدوة مواطيك روح ما بقى اللاهي في سوق ويلي على لاماك جالبها تبقى على منت والساعة على ماهي نامت على حزة الفرقة عقاربها كفو يا ابو مبارك ايش هالمحل الزين يلا حيه هلا وغلا والله حيهم العهد قريب يا هلا يا هلا شلون المكان الزين وينك يا ولد افطيت عليك والله اني نعست
ها اني نعست. كنت نايم. اي احنا الشعار اكثر ناس نسب النوم اكثر ناس نرقد. نوم ساسه اللوم. ابو يد ريال فتى. ما رقد من الهم والحب والغرام. ايوه. يقول راقد مسد المخده. اي والله. اقل ناس يشرون بنادول نايت احنا. وش العلوم؟ شلونك؟ وش الاخبار؟ عسى المكان جاز لك. اي والله زين يا اخوي تبوك حلوه. تبوك حلوه نهار ليل صبح ظهر فجر يا مناطق ابو عمر يا اخي انا تسحرني ذي التجويفات ذي اللي في الجبال المسطحه الاحافير يسمونها جيولوجيه وش العلوم؟ عساكم طيبين؟ عساك طيب عساكم خير لا والله انا بعد رقادي زين عبد المجيد الذئب يرقد ست ايام متواصل لا هو ياخذ بنادول هو ياخذ بنادول بس عبد المجيد ترى بيته جميل اللي يقول كبدي ميع هالبنادول تميع في كل 6 و7 ساعات حبه حبه ازرع بذور الطيب فالناس وتضيع واغليهم ويقفون من دون سبه سبه ونعم والله جميل ابو ربيع لك والله معنا نشهد وش العلوم وش الجديد وش وين رحتوا اليوم والله اخذنا جوله صراحه انا وفهد انا اقول زين ذا المكان وين لقيتوه علمكم احنا عليه اي والله علمنا احنا عليه الصدق ولا المجامله الصدق مدرولين عليه هو مكتوب ولا عارفه ايش اسوي قدامك قدام منصة بيعرف الرجال بيتابعنا بيعرف هي الكاميرا ستر عنز كلني ادري اليوم كان حديثنا حلو عن قصائد الفراق والوداع اي وجدت ابيات والله حلوه جدا صراحه لكننا ما شبعنا يا ولد يا ولد اول شيء قد عقد قهوه جات عند العود لا 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 يمين يمين على السنه على السنه افتح 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 قرب القدوع ابشر باطني ياخذ الفنجان منها على غير شهره يقول عطى الشاعر زين قال بس 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 يعطيك العافيه حبيبي شكرا لك معك ولا يعطيك مبارك عندي عندي خير عشاك جبت طاري الكيتو انا بقوم اشوي لكم ذره وكمل صوره موضوع الذره اليوم تقهوى يا اخي المنطقه فيها انتاج زراعي قلنا خلنا نذوقه ترى اكتبوك مشهوره بورده محمد وانت شاعر وتحب مدينه الشعر. الورد اسمها ما هي بالطائف يا سعيد طائف وتبوك تبوك الورد تنتج عالميا والطائف ورد الطائف مشهور يعني صح بالله تبوك تنتج عالميا كيف تصدر عالميا تحبونها مستوي ولا سوفت ولا انتم شو تسمونه ذره ذره حبش احنا نسميه حبش حبش بعد لا والله احنا ذره نسمي شلون احنا ذره انا وياك في نصره واحده انت ما تدري وين جبت حبش من اختلفوا اختلفوا استقرار انت نص حياتك في لندن ما تدري ولا تعرف العلوم اي هذه صدقت هذه انا معك حلو لك هذه يا فهد اجي اشوي معك ليش لا ها تعال تعرف يا ابو مبارك ولا والله اني عليمي لكن ما في مشكله اللي وده يجي يشرف على احيانا تحتاج في مجتمعك الى ناس مجنن تدري يا سعيد ايه وما اعظم الحاجه للمجانين في كل مجتمع ترى المجتمع اللي يخلو من المجانين يسطون عليها الناس ايوه والله شلون والله العظيم ودك دائما في كل علف فيهم واحد من اخوانهم ليش لازم يكون مهم يهابونهم الناس لا ينطلق عليهم هالمهبول حميهم اي يفكهم ما عليك بس يقول يا رجال لا تناحيهم فيهم فلان مهبول اللي ينطلق عليك سعد بن جدلان وش يقول لولا مجننا كلتنا المجانين وتطمع ابن الجهال لولا جهلنا الله بيت لولا مجننا كلتنا المجانين وتطمع ابن الجهال لولا جهلنا هو صوت وش يقول خلف عقال لكن في الجهاله جهاهي ايه لا جاء وقت الجهال جهال ما حنا بعقال ما خط مسجد اي الجهل يرد القوم هي ما عليك لا يجهل احد علينا فلا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين تهديد هذا تهديد بالمجانين هذا قوات التخسير السريع اي وش عن كلمه المجانين وش يقول مطرب بن دحيم من مر مستشفى المجانين بشهار يمكن يقول ان المجانين برا والله وشاعر ثاني وش يقول وش اللي حد الناس المجنن تمر شهار بلها من اللي خارج شهار جننها المجنون برا هذه انضجت بنقدمها لشايبنا يا ابو عمر استاذ اي عطى العود عطى العود والله الظاهر انها ما استوت لا مستوت فيني والله انا العظيم. خابر ما عندك ضروس ما خليتها تستوي مره والله مزبوطه يا ابو مبارك بس حاره خلها تبرد لا تستعجل اهرش اهرش بس ابى اهرش Thank you.
فن من الفنون الجميلة جدا، بنشارك فيه وبنهز عمارنا وبنستانس، نودكم عقب نتعشى في ذا المكان. تعشى انتهى الزع وانتهى الشم. عفا عليك. عفا عليك. العب بيد. على طاري اللعب ايش يقول مشعل بن عون، مشعل ولد عبد الله الملك سلمان في قطر، وجابوا لها العرضة، تخبر الملك شوش على العرضة ويحبها. اليوم التفت إلى ما حول السيف ويلعبهم بيده أبو فهد. سلام. إيه. قال العب بكف كل ما يبي له سيوف، وش تبي بالهنادي وأنت مناك سيف؟ سلام يا سلام. أنت يدك سيف ما تحتاج سيف. من يقول هذي؟ مشعل بن عون. وش تبي؟ العب بكف كل ما يبي له سيوف، وش تبي بالهنادي وأنت مناك سيف؟ سيف. سلام عليه. بيت من عظيم ما قيم. اليوم بنلعب بالهنادي بيدينا. فن رفيع تعرفه؟ يا حلو والله اني اسمع له مقاطع في اليوتيوب. والله اعوذ بالله. مشينا مشينا بس نستانس. يلا تكلم بياراتكم. يلا يلا. اليوم اقول لواحده من المشرفات على البرنامج ايش الفن اللي عندنا، قالت الفريحي. طبعا اخطت، تبي تقول رفيحي، قالت فريحي. صراحه انا ما اخطت، هذا فن فرايحي بامتياز، فعلا فرايحي. فن رفيحي، احنا في الرياض بيننا وبين تبوك مساحة، مسافة طويلة، نلعب على فن رفيحي في حفلاتنا، في جلساتنا، في سهراتنا حنا والعيال، إذا نبي نستانس، طالعين مشوار، ماسكين خط، نشغل فن رفيحي. والله يا ونيس، وسعاده وإيقاعاته والحانه. يمكن السامري يميل للطابع الوجداني وطابع الحزن في بعض أبياته، لكن الرفيحي فرح فرح بامتياز يعني. فن فيه تناغم، فيه لحن جميل، فيه رقصة جميلة، فيها صفقة جميلة. بالمختصر المفيد، لله در أهل تبوك. الأمم أعظم ما ينشرها في العالم هو أن تصدر فنون. أنا الشيء اللي ودي أقوله اليوم بس وأنا واقف هنا لأهل تبوك، نصيحة من محب لهذه المنطقة الجميلة، اهتموا بفن الرفيحي فهو سفير راقي لكم. المنطقة اللي قدرت تصدر فنها هي أمة عظيمة، كل الأمم العظيمة في التاريخ إلى اليوم صدرت فنونها، صدرت ثقافتها، هذا شيء يحسب لأهل تبوك. فن رفيح اليوم مسموع في كل العالم العربي، وليس في السعودية ولا في الخليج فقط. تأكدوا أن هذا الفن لو اهتميتوا فيه، وأنا عارف أنه في تنشئ الأطفال وأجيال عندكم على هذا الفن، لكن اهتموا أكثر، هذا سفير مجمل وسفير مثالي وسفير راقي.
اليوم والله يا جماعة تعبنا مع في فن الرفيح من أهل تبوك، منطقة تبوك. أنا معجب جدا بفن الرفيح، هذا موروث عظيم جدا. صراحة جميل جميل جدا، والله ما بغينا نقف من هالفن. الين قالوا خلاص، انا قلت لهم خلاص اصلا تعبت من الرقص معهم واللعب. شكرا يا اهل تبوك، حنا لعبنا معهم اليوم لين وجعتنا ركبنا، الف شكر لهم. بين السواني والعريش ومصارع الحظ النحس، ما هو مهم انك تعيش، بس المهم انك تحس.